قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. أحمد قد جلب البشرى قد ملأ الدنيا خيرا. أحمد قد جلب البشرى قد ملأ الدنيا خيرا. صوما وصلاة ذكرى خيرا دوما يتجدد. صوما وصلاة ذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين قناة فكرة وأكلة مع ريحانة الجنة. حبايبي النهاردة إن شاء الله جيت لكم بوصفة بسيطة وسهلة ومكوناتها خفيفة من البيت. إن شاء الله هعمل لكم بوريك الأفران بالجبنة إن شاء الله زي ما بنجيبه من الفرن بالظبط، بل بالعكس أطعم وأضمن وأنضف إن شاء الله. هحاول إن أنا أبسط لكم الخطوات والمقادير بحيث إن هو ما ياخدش منك مجهود، وان شاء الله يكون سهل وبسيط. خليكم معايا هنشوف المقادير. دوت حبايبي كيلو دقيق، ده ان شاء الله كيلو دقيق عليه معلقتين كبار لبن بودر، تمام، معلقة ملح. هنحط كل المقادير واحدة واحدة كده، رشة الملح كده، معلقة ملح، المكونات الجافة كلها مع بعض. هنحط معلقتين لبن البودر، هنحط كيس بيكنج باودر، بسم الله، تمام. هنحط معلقة سكر برضو في على المكونات الجافة، وهنحط مع المية الدافية معلقة كبيرة سكر برضو عشان تنشط الخميرة، تمام. هقلب كده الخليط مع بعضيه عشان هنسيب الخميرة تتفاعل مع السكر. وهنا حبيبي خلاص دوبت الخميرة في اللبن الدافي بالشكل ده، طبعا لبن دافي ومعلقة سكر كبيرة، حلتت السكر عشان ينشط الخميرة. هغطي عليهم بقى كده واسيبهم ان شاء الله لحد ما يختمروا مع بعض، يتفاعلوا مع بعض. احطهم على المكونات بتاعتي. معايا هنا معلقتين كبار سمسم على معلقة كبيرة حبة البركة، دول ان شاء الله هنحطهم على الوش بتاع البوريك. طبعا هنشوف مع بعض واحنا بنعمل الخطوات. معايا هنا هحط معايا هنا كوباية زيت، هاخد منها نص الكوباية، تمام. ومعايا هنا كوباية زبدة، كوباية الا كده زبدة زي ما انتم شايفين كده، هاخد منها برضو، هنشوف على قد ما انا احتاج يعني. ومعايا هنا لبن رايب مدفياه، ومعايا هنا حشوة الجبنة، دي جبنة مجموعة جبن كده كانت بواقي جبن عندي في التلاجة، جبنة براميلي على جبنة فيتا، ضربتهم قلبتهم كلهم كده مع بعض وعملت الخليط دوت، وحطيت عليهم كمان حتة جبنة موتزاريلا كانت عندي، قلبتهم الخليط كده كله مع بعضيه، وهحشي بيه ان شاء الله البوريك بتاعي، تمام. هنشوف مع بعض طبعا الخطوات واحدة واحدة. نسيت احط رشة فانيليا، هحط كده رشة فانيليا على المكون بتاعي، الفانيليا دي خام فهحط يعني رشة خفيفة كده خلاص. هقلب بقى ثواني، هقلب حبايبي المكونات الجافة كده كلها مع بعض مع الدقيق، تمام، بالشكل ده. سر بقى البوريك بتاع الافران يا حبايبي ان هم بيحطوا فيه معلقه كبيره صلصه او معلقتين كبار صلصه بالشكل ده على كيلو الدقيق، وممكن كمان لو انت عندك كاتشب حط عليهم معلقه كاتشب كبيره مع معلقتين صلصه، وقلبيهم في شويه ميه بالشكل ده، بسم الله. طبعا الميه هتكون دافيه، هنقلبهم كده بالشكل ده في شويه ميه دافيين، مش هنحطها يعني متماسكة، لازم نحطها في مية، تمام. فأنا طبعا هحط
مقدار الزبدة بتاعتي. بسم الله. مقدار الزيت بتاعي. بسم الله. انا طبعا بجيب ليه بزيادة عشان لو اذا احتجت يعني تبقى كل المكونات معايا يعني. تمام. هقلب كده بالراحة. بسم الله. هخلط الدهون كده بالدقيق. بالشكل ده كده. هحط بقى الصلصة بتاعتي. بسم الله. هو ده السر بتاع الأفران يا حبايبي. تمام. هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. هعجن كده طبعا ان شاء الله. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت، بحيث ان شاء الله ده مقادير الكيلو. اللي عايز يزود بقى الكمية ويضاعف كمية براحته يعني. تمام. هخلط كده المكونات بتاعتي كلها مع بعض بالشكل ده. نشوف الخميرة بتاعتي. او ما شاء الله رفعت اهي. هحطها بقى. بسم الله. هحاول بقى ألم العجينة كده كلها مع بعضها وهوريكم إن شاء الله هي أخدت مني مقدار مية قد إيه. خليكم معايا بقى، هلمها إن شاء الله كده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايبي وأنا حاولت ألم العجينة بالشكل ده. طبعا هي لسه محتاجة مني عجن يعني كتير. بصوا حبايبي، هو كيلو الدقيق اخد 2.5 كوباية من دول حليب رايب. تمام. ممكن كيلو ياخد نص كيلو الدقيق ياخد نص كيلو لبن رايب او حليب رايب. تمام. فانا هقلب العجينة بتاعتي على الترابيزة بالشكل ده. احاول بقى ان انا المها ان شاء الله كده. بسم الله. اعجن فيها بقى براحتي كده. تعجنيها كده ان شاء الله لحد ما تلاقيها طريه ولينه في ايدك. تعرفي ان هي خلاص كده بقت كويسه. ومش وكمان مش بتلزق في ايدك. هي بدات خلاص يعني. هي عايزه لها كده كمان ان شاء الله 10 دقايق بس عجين. ان شاء الله هخلصها وهلمها وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما خلصتها. تابعوا معايا الفيديو. خليكم معايا حبايبي. ورجعت لكم حبايبي. اهي العجينه بتاعتي اهي بعد ما شاء الله طريه بعد ما عجنتها ولميتها كويس. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا حبايبي طريه ازاي ما شاء الله وجميله وناعمه في ايديا اهي. هسيبها بقى ان شاء الله كده نص ساعه في مكان دافي اهي. ما شاء الله لميتها ومكانها نضيف ما فيش اي حاجه خالص. هجيب البوله بتاعتي كده. بسم الله. هحط فيها شوية زيت كده في الصغيرين. هحاول ان انا المها. هحطها هنا كده. ندهن بس وشها زيت كده خفيف ونسيبها بقى نص ساعة في مكان دافي. هخمرها نص ساعة قبل ما اشكلها ونص ساعة بعد التشكيل، يبقى كده ساعة. تمام. هغطي عليها بقى بورق استرتش او اللي هو الكيس الاسترتش فلام او اي كيسة او اي غطا عندك اي حاجة يعني. المهم ان انت تغطيها وتدفيها كويس وتسيبيها نص ساعة وان شاء الله هنشوفها بقى وانا بشكلها ان شاء الله هوريها لكم. تابعوا معايا حبايبي. رجعت لكم حبايبي. هنشوف مع بعض العجينة كده بعد ما اختمرت ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. رفعت معايا واختمرت وبقت بالشكل ده. هنحاول نلمها كده مع بعض. بسم الله.
انا مش هعجنها تاني، انا بس هلمها عشان اخرج منها الهوا بالشكل ده، اجمعها كده. بس هنحاول نلمها كده مع بعض، خرج الهوا منها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حبايبي هاخد منها بقى كده المقدار، بسم الله، اللي هو هفرده معاكم كده على الرخام، على الترابيزة بتاعتي، بسم الله، على حسب بتاخدي الكمية اللي تقدري تشكليها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، شوفت العجينة لينة وطرية وجميلة ازاي. في نقطة يا جماعة انا نسيت اقولها في الخطوات، ان احنا بنحط في العجينة بتاعتك عشان تبقى ناجحة لازم تحطي عليها معلقتين خل، تمام؟ تقولي بتعجنيها كده تحطي عليها معلقتين خل. خليكوا معايا بقى واحنا بنفرد بسم الله، بنفرد العجينة كده بتاعتي. ورجعت لكم حبايبي. هرش كده دقيق، رشة دقيق خفيفة على الترابيزة بتاعتي، واحاول افرد بقى بسم الله. بتفردي كده بالنشابة بتاعتك او بأي حاجة عندك. وفردتها حبايبي بالشكل ده على الترابيزه بتاعتي. طبعا الترابيزه بتاعتك هتكوني مسحها كويس بميه وخل، بفوطه مبلوله ميه بخل، وتنضفيها كويس وتحاولي تحطي تفرد عليها العجينه بالشكل ده. شوفوا ما شاء الله العجينه بتاعتي فردت معايا عشان ارتاحت فتره طويله، سبتها كده حوالي ساعه وما شاء الله فردت معايا وبقت جميله. عندي كوبايه او لو ما عندكيش قطعه مدوره يبقى كوبايه، مش لازم تصعبي الموضوع على نفسك يعني، كوبايه زي دي كده وتقطعي بقى دوريات كده. بسم الله. وخلاص يا حبيبي قطعتها بالشكل ده، العجين الزيادة ده هلمه كده طبعا هتسيبيه ان هو ولمتها حبيبي بالشكل ده، وهحطها وهغطيها عشان ما تنشفش مني، وهغطيها بالكيسة بتاعتي بالشكل ده. تمام، خلاص انا كده اهو فردتها كده. بحاول اوريكم الخطوات اللي انا بعملها واحدة واحدة. تمام، هتحطي فيها حشوة الجبنة بتاعتك بالشكل ده. هتلميها على بعضها وتقفليها بالشكل ده كده. تمام كده، وبعدين تحطيها بقى بالشكل ده، تعمليها كده تمام عشان تبقى زي اللي بتجيبيها من الفرن بالظبط. كده حبايبي بالشكل ده. تمام، هعمل معاكم كمان واحدة. بسم الله، العجينة ما شاء الله طرية وجميلة ولينة في ايدي قوي، فما شاء الله يعني جربوها بنفس الطريقة مع اضافة معلقتين الخل اللي قلت لكم عليها. حاولوا المعجنات عموما تدخلوا فيها الخل، بيخليها ما شاء الله طرية وهشة وجميلة وسلسه معاكي كده في اثناء التشكيل يعني. تمام، اهو بتلميها على بعضها كده كده، تقفليها كويس وبعدين ترجعي تضغطي عليها قوي كده بايدك. هي ليها كذا تشكيل يعني. تمام،
عندي صينية مدهونة منها زيت بالشكل ده. بسم الله. هحط فيها رشة كده خفيفة من الزيت، احاول ان انا اوزع فيها الزيت كده. تمام بالشكل ده كده. وارص فيها بقى، لان انا خمرتها سبتها تختمر قبل ما اشكلها نص ساعة، ساعة كاملة. وكمان هسيبها نص ساعة بعد ما افردها في الصواني. تمام، هفردها في الصواني بقى بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هعمل بقى بقية التشكيل، هوريكم انا بعد ما اخلصها ان شاء الله. هشكل معاكم دي كده. بالشكل ده كده تقفليها كده كويس عشان الجبنة ما تخرجش منها. ممكن تحطي عليها على الجبنة خلطة الجبن دي، تحط عليها زيتون، زيتون مخلي سواء اسمر او اخضر، لكن انا الصراحة ده المتاح عندي دلوقتي فما حطيتش زيتون يعني. لكن انت ممكن تدخلي فيها زيتون زي اللي بتيجي في من الفرن بالظبط. تمام بس. كده تشكليها كده. بحاول اقرب منكم الصورة عشان تبقى بس واضحة يعني. اهي تمام كده اهي. اخلص بقى الكمية بتاعتي واوريكم انا ان شاء الله قبل ما ادخلها الفرن هعمل فيها ايه. فردت معاكم حبايبي واحدة تانية بالشكل ده، برضو هقطعها كده. بسم الله. انا بحاول اوري برضو للبنات على اساس ان هما ما بصعب لهمش الموضوع، الموضوع سهل جدا. بسم الله ما شاء الله يعني. شوفوا العجينة طرية في ايدي ازاي ما شاء الله، وتتشكل وتتسقى يعني سهلة جدا. تفرديها بقى بالشكل ده. ممكن تكبري برضو شوية براحتك زي ما انت عايزة. ممكن تجيبي بسم الله، تجيبي الحاجة كوباية كبيرة شوية وتعملي بيها يعني، تقطعي بيها. تمام، هلمها كده بالشكل ده. يا رب يكون الخطوات واضحة. بتلميها وتضغطي عليها بقى كده بالشكل ده زي القطايف كده، زي ما تكون بتعملي القطايف كده. تمام، بتقفلي بقى كده بالشكل ده كده كده، وترجعي بقى تضغطي عليها كده تبقى بالشكل ده كده. يعني انا عملتها لكم بطريقتين اهو عشان تشوفيها انا لميت بلمها ازاي، وفي نفس الوقت بشكلها ازاي. تمام اهي بالشكل ده كده. ورجعت لكم حبايبي. انا خلصت مقدار بتاعي صينيتين كده. طبعا دي اللي عملتها الاولانيه، شوفوا ما شاء الله اختمرت ورفعت اهي. ودي التانية. فانا معايا هنا بيضتين اللي هو صفار البيض، صفار بس البيض، وعليهم رشه خل. تمام، واحط عليهم كده رشه نسكافيه او كافي ميكس، اي حاجه اللي موجوده عندك يعني. اقلبهم كويس كده مع بعض، الخليط كله مع بعض كده. هدهن بقى حبايبي كده الوش، بسم الله، وش البوريك كده دهنة خفيفة كده. بالخليط ده تمام. هي ما شاء الله سهلة وخفيفة، وفي نفس الوقت تنفع الفطار الصبح للولاد وهما رايحين المدارس. يعني حاجة خفيفة كده مع كوباية الحليب او مع كوباية كافي ميكس او كابتشينو، اي حاجة زي ما الولاد بيحبوا، او تقدمها لهم مع عصير او اي حاجة يعني. تمام اهو بالشكل ده كده. النسكافيه او الكافي ميكس اللي بتحطيه بيضيع ريحة الزفارة مع الخل. تمام
خلاص كده حبيبي، خلصت المقدار بتاعي كده. بقلب بقى الخليط ده كله مع بعضيه كده، وهحط طبعا عايزه تحطي سمسم لوحده، حطي عايزه تحطي حبه البركه لوحدها برضو، حطي براحتك، ترشي رشه خفيفه كده. بسم الله، هي يا دوب بس رشه خفيفه كده. وكده حبايبي خلصت المقدار بتاعي، وحطيت رشيت عليها السمسم وحبة البركة بالشكل ده، وما شاء الله اختمروا بالشكل ده الاتنين، ورفعوا كده دخلهم بقى الفرن، ووريهولكم ان شاء الله بعد ما تخرجوا من الفرن شكلهم بعد ما يخرجوا من الفرن ان شاء الله. خليكم معايا. وده يا حبايبي طبق البوريك بتاعي بعد ما خلص وخرج من الفرن. شوفوا ما شاء الله طري وهش وجميل ازاي. تقدروا تهدي عليه النار لو انت عايزاه لونه افتح من كده، بس هو ما شاء الله كده شوفوا طري وجميل ما شاء الله اهو، شوفوا مفتح من جوه ازاي ما شاء الله، طعمه جميل جدا. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم بألف هنا وشفا. نفتح كمان واحدة، شوفوا ما شاء الله طري واحسن وانضف وكمان اطعم من ما تعملي حاجة في البيت بالنظافة وبالطعم ده وبالشكل ده، بتبقى انضف من لما تشتريها من الفرن يعني، وما تبقاش ضامنة هي معمولة ازاي. اذا عجبكم الفيديو يا حبايبي اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. بحبكم في الله، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.